يقدم اداء جيدا الان هكتور. هذا احمد على الجزاء. الله الله الله، شوف احمد شلون مر، شوف احمد شلون مر في لقطه يا عيني عليك بالعقل، مر بالعقل، موه بالعقل، خطف وللاهداف. سفيان 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 يسجل الثاني ويسجل، يسجل هدف الدقل الذي سجل هذا الموسم، هذا الهدف الثالث له بعد هدفين من ركلتي جزاء، واحد في مرمى نادي قطر واخر في مرمى النادي العربي. يسجل الآنتين الماضيتين الغرافة كان يحقق الانتصار كلما سجل كايكي. هدف التعديل مبكرا جدا مبكرا جدا، ياتي لمهنة الغرافة بالتقدم ليسجل كايكي. كايكي كايكي يضع كرة في المرمى ويسجل رابع أهدافه في هذا الموسم، رابع أهدافه في هذا الموسم، كرة بأقدامه.